مس الخير عليكم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا، يما طيبت اللوبيا المفصه والكسره ودارت جو تاع القارص والبرتقال. قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش مع خياتي وتشوفوها معانا وتعطيونا رايكم ان شاء الله. ونبداو البنات على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المقادير واللي هي، هنا عندك اللوبيا الفصة بعد ما شمختها ليله من قبل، اللحم قطعته طراف واللي هو غنمي، البصل المرحي، الثوم، فلفل حار يبقى اختياري، وهنا 4 حبات طماطم مرحيه. وبالنسبه للتوابل واللي هي ملح، كمون، فلفل اسود وفلفل احمر والزيت طبعا. حطت الزيت تسخن هنايا في القدرة وزادت عليها لحم غنمي اللي قطعته طرف، وهنايا البنات نقولكم بالنسبة للحم غنمي، ولا ما عندكمش ديروا لحم بقري، ولا ما عندكمش لحم بقري ديروا دجاج، ولا ما عندكمش كامل ديروا المرق تاع الدجاج ولا مرق تاع الغنم ولا البقري، كل واحد والمقدور تاعها. وهنا راهي تقلب فيه باش يتقلى من جهتين، ومن بعد هنا حكمت البصل المرحي زادته من الفوق، ومغرفة تاع الثوم هكذايا، وهنا يا البنات تبقى هكا تحرك فيه شوية، ومام طون كما راكو تشوفو راهي تقلب فيه. وتخليه هنا البنات حتى يتقلى هذاك البصل وتغطي عليه. بعد ما تقلل هنا البصل كما راكو تشوفو معايا دبالها مليح، دبال كاع البصل هنايا، تحكم التوابل واللي هي كمون، الملح، فلفل اسود وفلفل احمر، تحطهم على خطرة. وتحركهم مع اللحم والبصل المرحي دارته كما راكو تشوفوا هنايا، ومام طون راهي تقلب فيه باش يدخلوا التوابل داخل اللحم. والله غير البنات هنايا ريحه الكمون والتوابل عندي ما نقولكم ما شاء الله روعه، شهيتكم في الجنه البنات. وهنا زدت عليها الطماطم المرحيه اللي قلت لكم مع الاول 4 حبات طماطم مرحيه زدتهم الفوق، وتخليها تغطى تقلى خلاص كما يقولوا لي يعجز اللسان عن التعبير تخليها تقلى. وهنا البنات بعد ما تقلات كما راكم تشوفوا هنايا هاي اللي كليكم، تحكم الماء تمرقها حتى يجوز على اللحم، هاي ليك مرقتها حتى يجوز على اللحم.
ونغطيوه البنات ونخليوه يطيب نص طياب كيما راكو تشوفوا هنايا معانا. بالنسبة لكسرة خياتي دارت هنا 3 كيلات دقيق متوسط، زدت عليهم مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز ومغرفة كبيرة تاع السكر وراي تخلط فيهم، وزدت عليها مغرفة معمرة مليح تاع الملح. وهنا الكاس تاع الزيت دارت نصو كاس زيت زيتون ونصو نصو زيت المائدة. وهنايا دخل دقيق في الزيت كما قلت لكم، نصو زيت زيتون ونصو دارت زيت المائدة، راح تبسس فيها هكذايا كما راكو تشوفوا. نعود معكم البنات كيفاش دارت الكسرة. دارت 3 كيلات دقيق متوسط، زادت عليه مغرفة كبيرة تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، ومغرفة صغيرة تاع الملح معمرة مليح، والكاس تاع الزيت نصو كاس زيت المائدة ونص لاخر زيت الزيتون. وهنايا كيما راكو تشوفوا دارت سانوج وحبة حلاوة، ويبقى اختياري، تحبوا ديروه ديروه، ما تحبوا ما ديروش ما ديروش. وطبعا باش تلم العجينة بالماء. وهنا شوفوا البنات ما راهيش تعجن فيها، دوك تشوفوا هنا معايا هاي ليك راهي تقطع في العجينة. خاطر ماش البنات ولا كان تعجنوها الكسرة تاعكم ما تديروش هاد العملية هادي، تخرج لكم الكسرة إلاستيكي. بصح ولا درتوا هاد العملية تحكموا العجينة تاعكم وتقطعوها بهاد الطريقة تجيكم مقرمشة. هاي ليك راهي تحكم فيها وتقطع فيها، وانا نخليكم تشوفوها كيفاش دارت الكسرة تاعها. Thank you.
بعد ما قرصتها البنات دوكا هنايا تخليها تريح لمدة 10 دقائق. هنايا نعود نولو اللوبيا بعد ما طاب. هنايا البنات اللحم نص طياب، راهي تزيد عليه اللوبيا المفصة. هنا واحد الريحة البنات والله ما عندي ما نحكي لكم، روعة. تكمل تزيد اللوبيا المفصة. وتغطي عليها وتخليها تكمل الطيب، ومن بعد تزيد عليها جحبات فلفل حار باش تطلق البنة. ويبقى اختياري البنات الفلفل الحار، حبيتو ديروه ديروه، ما حبيتش ديروه ما ديروهش. هنا خياتي بعد ما ريحت العجينة كما قلت لكم مع الاول 10 دقائق، اي تكمل دير فيها، راهي يدمن يدمن. هذه هي البنات، لازم نديرو هكا باش نكملو الشغل تاعنا، سينو ما نديرو والو. ونخليكم معاها. بالنسبة للعصير دارت هنايا جوج حبات تاع البرتقال مع 3 حبات تاع القارص، ولم توفر انتي معاك النعناع يكون من الأحسن، هي هنا ماشي متوفر معاها. وهنايا البنات دارت القارص والبرتقال دارته في المجمد، ومن بعد خرجاته وخلاته 4 ساعة باش يسهل عليك تقطعه. هاي ليك. ومعد هنايا حكمه قطعيه عشوائي انتيا. والبنات كيما قلت لكم مع الاول ولا ديروا النعناع مع هاد الوصفه اللي قلت لكم عليها، ما تندموش. كيما قلت لكم البنات حكمت هنايا جوج حبات تاع البرتقال و 3 حبات تاع القارص دارتهم في المجمد، ومن بعد خرجتهم 4 ساعة من قبل باش يسهل عليك تقطعيهم. كيما راكي تشوفي هنايا راهي تقطع فيهم عشوائي. تتكمل حبات كاع اللي عندها. والله غير البنات انا دقتو هاد الجو هدايا والله خرج رائع.
سورتو سورتو كيما قلت لكم مع الاول، ولزتوا له النعناع، هنا ماشي متوفر معاها بصح نتوما في هذه الوصفه هذه من احسن زدوا له النعناع. هذيك البنه تاع القشور مع القارص اللي فيه الداخل عطال واحد البنه والله غير كما يقولوا الطوب، هايل رائع. وهذه هي البنات، لازم يدينا تكون من ومن باش نقدروا نكملوا الشغل تاعنا، سينو ما نكملوش. هذه هي، وهذا هو الروتين تاعها اليوم. دارت اللوبيا المفصه كما شفتوها معنا مع الاول، بعد نوريها لكم في صحن التقديم، ودارت الكسره كما شفتوها معنا، ودوكا راح يدير في العصير. راكم تشوفوا هنا البنات قطعتهم عشوائي، وكيف كيف تكمل مع حبه القارص. وها وليدي هنايا راهو يعاون فيها، هي تقطع وراهو يعاون من جهه اخرى، هاي في الاتحاد قوه. هاي ليك تقطع فيهم عشوائي كما قلت لكم. على بالي البنات تعرفوا قاعد كجو تاع القارص وتشينا، ما كاش اللي ما يعرفوش، بصح كي عاد هكذا ميكساتو بالقشور تاعو عطالو بنه واحده اخرى كامليتيك، ولا غير بنه واحده اخرى. جربوه ما تندموش عليه البنات، سورتو سورتو كيما قلت لكم، ولا زدتو له النعناع. هكا تكمل كاع الحبات اللي عندها، كمل بنفس الطريقه، لا تكملهم كامليتيك. شوفوا الالوان البنات، لا غير الروعه. والريحه تاع البرتقال والقارص راهي تفحفح. وسر الوصفه البنات تاع هاد العصير هي القشور تاع القارص والقشور تاع البرتقال، هما اللي يمدوا لك هذاك الذوق الرائع. باش راني نقول لكم هكا البنات حتى كي ذقتو، باش راني نهضر هكا والله غير ماشي كاع كيما تعصريه هكاك كيما تعصريه وحده هكاك البرتقال وتعصري القارص كيما حنا نديرو، نحكمو حبه قارص ونعصروها، بعد نحكمو حبة تاع البرتقال كيف كيف نعصروها، كي ديريها بالقشور تاعها ذوق وحدو اخر كامل. جربوها البنات ما تندموش عليها ان شاء الله، وكتبوا لي في لي كومونتير رايكم فيها. هنا بعد ما قطعتو كيما راكو تشوفوا راهي تزيد عليه الماء بيان سور باش تقدر تميكسيه. وهنايا روحوا غير بالعقل وميكسيو باش ما يطيرش عليكم هكذا. بعد ما ميكساتو هنايا دوكا تصفيه، تكمل هكذايا حتى تصفيه مليح. والقشور تاع القارص والبرتقال دوك تشوفوا معايا هنايا ما ترميهش هكذا. كمل هكا تصفيه مليح، والقشور تاع القارص والبرتقال ماشي حترميهم، تعاود تحطهم باش تعاود ميكسيهم المره الثانيه. وكيما راكم تشوفوا هنايا دارت زوج كيسان تاع الماء ميكساتو. وهنا البنات حكمت الماء زاد فرغاتو من الفوق وراي تكمل تميكسي، وخدالها كلش لترا ونص على خاطر القارص والبرتقال راهم كونجليين، صافي كيطلق الماء تاعو وبهذا يدي كميه لاباس بها كيما قلت لكم لتر ونص تاع
جو. هاي ليك راهي تكمل تفرغ وتميكسي. هنا خياتي بعد ما ميكساتو للمرة الثانية كما شفتو معنا مع الأول راح يتصفي فيه. هاي ليك كما راكو تشوفو هنا. ومن بعد حكمت كاس تاع السكر وتكمل تميكسي باش يدوب السكر داخل. وهنا البنات يبقى اختياري، حبي ديري السكر ديريه، ما تحبيش ديري السكر ما ديريهش، وتكمل على الطريقه هذه باش يذوب السكر في العصير. وهنا البنات كما راكو تشوفوا معايا بعد ما طابت الكسره خرجت لها روعه ما شاء الله. وهنا الجو تاع وهو العصير تاع البرتقال والقارص واللوبيا نفصه جاتها رائعه، وزدت لها شويه فوقها الحشيش. شاهدتكم في الجنة إن شاء الله البنات، إلى الوصفة القادمة إن شاء الله تجربوها. إلى اللقاء.